بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد وصباح جديد من صباح الشروق، وفي يوم الجمعة أتي أنا على غير العادة مع حمزة لنقول لكم سويا دائما بارك الله لكم الجمعة وطيب السمعة. أهلا بكم مشاهدينا، تحايا فريق العمل لهذا اليوم، وإن شاء الله ساعتين من الزمان حنقضيهم مع بعض وعدد من الفقرات المميزة والضيوف الأعزاء اللي حينضموا لنا اتباعا داخل الاستديو لنناقش معهم كما عتدنا دائما في صباح الشروق عدد من الموضوعات المهمة والحيوية. صباح الخير حمزة. نور الجمعة يا حسام يا نورك أخي، والله ومبسوطين بشوفتك كمان في يوم البيت الكبير، خاصة أنت عندك مسؤوليات كده صح؟ مسؤوليات كبيرة، يعني المسؤولية دي بتحسسني إحساس كبير كده. طيب بذات الابتسامة الجميلة دي، وإنه اليوم الجمعة يوم تضاعف فيه الحسنات، ولما الأهل والأحباب ذاته من صلة الرحم يعني، والجمعة هي مخصصة طبعا للزيارات الأسرية يا حسام. أكيد الزيارات الأسرية والمائدة اللي بتجمعنا، صلة الفطور اللي بتكون فطور مميزة أهم دائما، حاجة طبعا، نرجع لطقوسنا وحياتنا البلدية السمحة. وما أنه أنا كنت متوقع حمزة اليوم يكون بالجلابية والعمة، يعني على غير ما العادة تمشي يوم كده الجمعة. يعني، أنت لابس لو أنا كنت حتخور أذنك أجيب كده بجلابية. ما مشكلة، أنت بالزي السوداني التقليدي الجميل وأنا ألبس البدلة كاجوال، ما مشكلة، لكن المرة الجاية نتفق، رأيك شنو؟ إن شاء الله الجمعة الجاية. طيب بالابتسامة المرسومة دي نبدأ بها صباحنا الجميل مشاهدينا، صلوا يا أهل الكمال على النبي باهي صلى الجمال. الله عليه وسلم. الجامع والجود الهامع ألهمني روايع شنف آذاني لرسولنا الجامع والجود الهامع ألهمني روايع شنف آذاني لرسولنا الجامع والجود الهامع ألهمني روايع شنف آذاني لرسولنا الجامع والجود الهامع ألهمني روايع شنف آذاني مولاي بأقبادي ألهمني روايع في صدق الوعدي نبينا الشافي والأخيرة الأمة فردا رباني برسولنا الجامع زهور وطوالي ووساط الأنس والغربة الداني لرسولنا الجامع والجود الهامع ألهمني روايع شلب آذاني أبا نبيك حبيبا ذو الغدر الواسع من حضرة ذاته من نور أقطالي أعطاني برسولنا الجامع والجود الهامي ألهمني روايع شنف آذاني أبا نبي
الغدر الواسع وبحضرة طه أزول فيض الهامي وبحضرة طه أزول فيض الهامي أدر رسول الله أزول فيض الداني برسول اليامي والجود الهامي ألهمني رواية شلب أذاني أو بصاحب الغاري صديقنا الصديق وبكذب العظمى يا عمرنا الطالي عثمان وعليا نحيي بجناني برسول اليامي والجود الهامي الهمني رواية. يعني نحن قبل الغزو نتكلم عن الألبان الملوثة.